كيفاش عاد السلام؟ 25 سنة وأنا عايش في الشارع. بون، معالي الوزير، هذا سيد الوالي كان خرج للجنة وخرجت شافت ورانا نستناو فيه باش نعاونوه، وسيد الوالي وهنايا. كيفاش نستناوه؟ انا نستناوه باسكو عندنا لي كوطا تاع الترحيل تاع البنايات المهدمة. ولا نستنى حتى لدرك؟ لا لا، خرجت اللجنة عنده وشافت صافي عندها واحد الاموا ولا اموا يدمي ولا مدة شوية. والله ما البالي. حاول نحكيها على سيد الوالي هذا. مسؤولين تاع البال اللي فات. نعم. واحد مخضر. هو اللي لبى النداء تاعي اصلا هذيك كومباني جون داروا ثم راكو كوت هذيك دونك هو بقى سامحني سيد الواليه دونك هو بقى عايش هنا في البيبيوتيك هذه للحظه اللي راه داير فيها دي فوا يبات في كار دي فوا عند صحابو دي فوا الباتيموني مقابله لا جوندارمي هذه راه تحت الباتيموني 93 و95 93 على 3 الاسبوع القادم ان شاء الله تكفلوا به وتسكنوا ان شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. دكتور الأسبوع القادم إن شاء الله. يسأل معالي شوف تكلفنا بالمركز الثقافي بولادنا. هذه والباقي علينا. بلي بروف. خلاص. الأسبوع القادم إن شاء الله. مبروك عليك. وتهلا. بارك الله فيك معالي الوزير.